رجعنا معاكم في الديوانية، تحياتنا لكل من انضم لمتابعتنا على مارينا اف ام ومنصاتها المرئية في التلفزيون وفي السوشيال ميديا، تحياتنا للجميع. طبعا ينضم لنا الآن لاعب ومدرب فنون قتالية مختلطة. راح نحكي شنو يعني فنون قتالية مختلطة، هذا الكلام اللي راح يجمعنا مع عبد الله السليم ضيفنا في الديوانية مارينا اف ام. مساك الله بالخير عبد الله. يا هلا يا هلا فيكم. هلا والله، شلونك؟ تمام، دام اني قاعد عند البخور. الله يحفظك الله يحفظك. هات القداسه تقط انت من البدايه. ايش الاخبار؟ سمعت تمام، كل شيء تمام حبيبي، عسى الله يحفظك. اولا احنا يعني سعيدين بوجودك معانا، وخصوصا انك انت يعني مثلت البلد في مشاركتك في اخر بطوله بمصر اللي هي ايفولوشن تشامبيونشيب، وأيضا شاركت في البرازيل في بطولة GFC 66، وأيضا بطولة أمريكا اللي هي Submission Underground 7 واللي حصلت فيها على الميدالية الذهبية. فإحنا سعيدين بوجودك معنا. قبل لا نحكي عن هذه البطولات، نبي نعرف شنو فنون قتالية مختلطة. فنون قتالية مختلطة هي دمج بين أكثر من لعبة. يعني كلنا نعرف الجودو، الجوجيتسو، التايكواندو، البوكسينج، الكيك بوكسينج، الألعاب كلها هذه الفردية. نعم. فلما تجي حق الفنون القتالية المختلطة تجمع بين هالألعاب، تجمع بين لعبتين أو ثلاث أو أربع، أو كل واحد وستايله. حلو. مثلا تلقى واحد يلعب تايكواندو ويلعب مصارعة، أو تلقى واحد يلعب جوجيتسو ويلعب كيك بوكسينج أو تايكواندو، دمج لعبتين. وفي ناس تروح حق اكثر من شيء. يعني الحين الوضع الحالي المودرن المارشال ارت صار ان الواحد يلعب كل الالعاب. يعني تلقاني انا اجرب بوكسينج واجرب موي تاي واجرب جوجيتسو واجرب رسلينج، واخذ حركه من هنا، اخذ حركه من هنا، اخذ حركه من هنا، اشكل الجيم اسلوبي انا. فعشان كذا راح تشوف كل لاعب اسلوبه غير عن الثاني. البيس ماله يكون عنده بيس معين. يعني يمكن تلقى اليهال او الصغار اول ما يبلشون اهلهم يودونهم لعبه واحده، فتلقى 6-7 سنين وهو صغير لعب جودو، لما كبر والله لا بلعب كيك بوكسينج بجرب، فدخل جودو وكيك بوكسينج، هذا اسلوبه صار كذي. فكذي يتكون عبد الله مثل هاللعبه هذه المختلطه اللي انت قاعد تقول ان كل لاعب هو يسوي ميكس بين الالعاب، في بطوله تجمعكم كل ميكس؟ هي بطولات الفنون القتاليه عموما كلها بشكل عام. يعني انت لاعب مثلا ميكس، عندك جوجيتسو ولا تايكواندو ولا 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 اكثر من لعبه، تقدر تلعب مع واحد ماخذ لعبتين؟ اي تقدر تقدر تاخذ، بس مستوياتكم مراتكم مختلفه. يعني انا اقدر اكون، انا اقدر العب لعبه واحده وادش بطوله فنون قتاليه مختلطه، بس ما راح اسوي زين، لان يا راح يكون عندي ارضي بدون سترايكينج اللي هو الكيك بوكسينج وال حلو والماي تاي والسوالف اللي وانت واقف الطق، يعني او انه راح يكون عندك سوالف ارضي، اي سوالف التحام، سوالف السترايكينج ما عندك التحام ارضي، ففيك نقص، خطر تلعب بالنقص هذا. نعم. فصعب يكون عندك نقطه ضعف كبيره اذا كنت انت بعيد عن خصمك او العكس. ايه؟ عندك نقطه ضعف في الالتحام. ايه؟ زين. غالبا بطولات المارشال ارتس هذا ايش كثر تاخذ وقت في التحضير؟ التحضير طول العمر. اذا انت دشيت بهالشيء ليش يسمونه لايف ستايل؟ اذا انت بتوصل بعيد هذا طول عمرك انت تحضر فيه، يعني من الدشه لين تعتزل وانت شغال فيه. يعني يوم تاكل تفكر بالبطولات، يوم تشرب تفكر بالبطولات، يوم تنام، يوم تتمرن، يوم تشيل حديد، كل شغلك تسويه هدفك ان انا بالبطوله شلون اصير احسن. يعني خلينا نقول على سبيل المثال انت كنت تاكل فاست فود وتاكل هذه الاشياء، الحين لا تغير، يصير ستايل لايف ستايل مالك غير، لازم تاكل اكلات معينه، لازم كل شيء محسوب. زين، في يعني وجهات نظر شائعه نبي نثبت فيها، اللي يلعب حديد يقول له تثقل حركتك، تصير ثقيله، ما تمتلك الخفه، شنو اثر هذا الامر انت كمدرب ولاعب؟ شوف الحلو بالميكس مارشال ارتس كل واحد وكيفه، تقدر تشيل حديد راح تكون قوي بس ما راح تكون سريع، بس في ناس قوي وسريع انفجاري يصير يسمونه اكسبلوسيف، لما تشيل حديد تقدر تنفجر، بس مو معناته في مرونه ولا ما في مرونه. لا في 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 مرونه، في حديد ومرونه. اذا انت شغلت هالشيئين، اذا انت اشتغلت على المرونه وعلى الحديد راح تحصلهم، بس عاده لاعب الحديد وهو ما له خلق يسوي ستريتشنج، ما له خلق يسوي سوالف المرونه، بس في لاعبين ما شاء الله هيفي ويتس اوزان ثقيله معضلين وايد ويقدر يسوي شقه، يعني انا ما اقدر اسوي شقه، وفي وايد ناس يعني صدق عاد انت ما تقدر؟ لا شقه كامله ما اقدر. زين زين، لاعب الفنون القتاليه يعني شنو احسن له، يلعب حديد ولا كروس فيت وهالرياضات؟
لا شوف مشكلة وايد منهم يفكرون إن كروسفيت لازم يلعبون بس أو إن زين لهم بس كروسفيت هذه رياضة ثانية يعني هي رياضة كروسفيت فأنت ما تقدر تدش كروسفيت وتبي تشارك ككمبيتيتر بكروسفيت عشان تعدل نفسك بالفنون القتالية لأن كروسفيت كأنك تقول أنا بلعب كرة قدم وجوجيتسو وبوكسينج لأن أنت أوردي تلعب وايد راح تتعود لعبتين وطير جسمك ما راح يشيل عرفت فتشيل حديد السترينث اند كونديشنينج احنا نسميه اللياقة والقوة البدنية تروح تشتغل عليها بروح بروح وهذه تساعدك بالفنون القتالية أحسن يكون زين شنو وضع المواهب المارشال آرت بالكويت شنو تقييمك لها يعني حاليا قاعد تتطور وايد وايد وخاصة أشوفها بالصغار أكثر من الكبار إن في مستويات قاعدة تي لو أحد يشتغل عليها ويجابلها صح راح توصل بس المشكلة الأهالي ما عندهم الوعي فتلقى ولده وايد زين بس مودي عند مدرب ما له هيستوري ما له سي في لازم مهم انك تدرس المدرب اللي بتودي له اللعبه اللي بتودي له ليش قاعد تودي ولدك هنا السالفه مو حضانه بس خاصه اذا انت تبي تطور ولدك في ناس ماخذين الموضوع انا قط عيالي بالنادي هذا حضانه بس كذي انه يتحرك ويلعب يطلع طاقته يرجع البيت بس اللي وده يوصل ولده مكان اللي وده يستفيد من هالوقت لا لازم يوديه مكان الصح ان انت يعني انت مثلا بالجوجيتسو ترى يوم تاخذ الحزام الاسود شنو يسمونك يسمونك بروفيسور لان هذه بلا 15 سنه عشان توصل 10 سنين 15 سنه توصل الحزام الاسود فهي مو سالفه والله يطق وطق وهذا هذا ترى علم كأنك داش جامعه فانت اختار الجامعه الصح اختار المدرسه الصح حق ولدك عشان هو يوصل طبعا خلنا نذكر ابو يوسف ان الحين ويانا عبد الله السليم لاعب ومدرب فنون قتاليه مختلطه وتكلم قبل شوي عن مفهوم الرياضات او الفنون المختلطه اللي هي تكون ميكس بين اكثر من رياضه في بريك بناخذ بريك مو بريك نبي نشوف بعض الفيديوهات خلينا نشوف بعض الفيديوهات والصور نبي تعليق عبد الله عليهم يعني هذه من بعض مشاركاته او هذه الصور هذه وين هذه بالبرازيل اخر شهر 2 اول فايت بروفيشنال اللي يعتبر حقي كان ضد لاعب تشامبيون بالمويتاي بالبرازيل منطقة ريسيفي بولاية بورنبوك ما أساميهم صعبة بس يعني كان شنو كانت نتيجة الفايت؟ الحمد لله فزت بأخضاع الخصم بالجولة الأولى آخر باقي 20 ثانية من الجولة الأولى خلصت صدت برير نيكد شوك خنقة من 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 أخذ الظهر يا ساتر وبس خلصت كذا تعمر شيء تبي ماي شيء ودنا نخدمك أنا هني هذا شنو هني بالكويت قاعد أدرب بنادي بالدسمة شباب أدربهم جوجيتسو كنت بنادي اسمه كويت جوجيتسو فور حلو أنصح فيه اللي بودي عياله زين هذه بهم بالبرازيل لما فزت رفعوا ايدي ما شاء الله اللي بعده هذا انت هني براون بيلت هذه ايه هذه بطولة سبميشن اندر جراوند انا طبعا صرت بلاك بيلت براون بيلت بالبطولة ذيك لما فزت على البرازيلي رقاني مدربي هناك على الملعب بين البرازيليين طبعا الوضع شوي كان متوتر يعني لان أنا شيء عربي جاي البرازيل وطاق البرازيلي وهم يعني وهم البرازيليين كله كانوا يقولون عربي عربي يعني ما عنده شيء ما عنده عربي 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 وراح يموت راح وبين الرو جمهوره صايده بخنق كانوا يقولون لي لما ندخل الحلبة كانوا يقولون يرددون انه راح يموت بالبرازيلي هذا مدربيني اللي ورا قاعدين يقولون لي شلون اطق شلون مستوى البنات عندنا بالكويت في اللعبة والله مو وايد لأنه ما في وايد أندية فيهم يعني البنات يبون مدربة أكثر شيء ويعتقد في نادي أو ناديين يدرب بنات وشباب ميكس بس كبس جوجيتسو ما قاعد أشوف وايد تطور لأن أكثرهم مثل ما يبون مدربة تصير برايفت كذي فحاليا هذا الشيء مو متوفر زين الفنون القتالية عادة يستعون فيها المؤسسات العسكرية شلون هني بالكويت شوف يعني ما شاء الله بالإمارات الحين اعتمدوا الجوجيتسو حق بالمدارس قام يدرسونها يعني أنت بالمدرسة حصة رياضة في حصة جوجيتسو الجيش الشرطة وأنا أشوف مفروض هذا الشيء يطبق هني يعني أنا قبل فترة كان في كم خبر يعني في اعتداء على رجال الشرطة وكذي شيء وايد مزعج مزعج إن الشرطي ما يقدر يدافع عن نفسه ولازم يعطونهم دورات أنا أشوف بصراحة
لازم يكون في دورات مخصصة حق الشرطة. ما كلموك انت احد هني بالكويت؟ والله كلموني وما ادري شنو صار عليها، كلموني الداخلية والجيش بس ما ادري شنو صار الحين، ما ادري ايش صار. اي يعني انا لا في شيء صاير بس ان ما ادري وين وصلوا هم يعني بالموضوع هذا. يعني غير ان فنون قتالية تعلم الجيش والشرطة، احنا ما عندنا نظام هني بالشرطة. يعني يعني تلقى يعني يوم تمشي بالشارع تلقى شرطي مثلا نوع هو ينزل حق مخالف، تلقى نوع المخالف ينزل واقف عند دريشة الشرطي تلقى. بس بأمريكا لا، فيك خير تسوي شيء. أنا بأمريكا بالسيارة لو مخالفة أي من نوع مخالفة مرة يشب لي الليت أوقف إيداني على السكان. صحيح. لمن هو يي لمن يي يقول لي طلع لي الشغلة الفلانية، طلع لي دفتر سيارة، أنا بطل أسوي كذي، أرد إيدي على السكان. صح. أنت هني قاعد تسولف مع الشرطي إيدك كذي إيدك كذي، ما تدري بيده سكينة بيده شيء يطلع يبطل الباب تطلع برا السيارة تروح حق الشرطي، هذا هم خطر. فلازم غير انه يتعلمون، لازم يكون في بروتوكول، لازم في سيستم كامل. نعم. علشان عبد الله السليم شنو الجديد اللي بيجهز له الان؟ ان شاء الله في ناويين نروح بطوله بالسعوديه شهر 12 اخر 12 ان شاء الله، وراح تكون بطوله كبيره ان شاء الله. انا وربعي كم واحد منهم الشباب في سليمان مضيان وفي عبد الهادي عبد اللطيف العدواني، ان شاء الله كلنا بنشارك فيها ونشوف ان شاء الله اخبار حلوه. عسى الله يوفقك ان شاء الله في القادم ونتمنى لك التوفيق. وقبل لا تروح بين ان شاء الله تنسيق لاستضافه انت والشباب ان شاء الله، حياكم الله. مارينا اف ام دائما هي تسع الجميع ومكان لكل موهوب ولكل صاحب يعني صنعة مثل ما يقولون بأي مجال. فعساك على القوة ونتشرف في وجودك. الله يقويكم وأنا تشرفت بمعرفتك يا حبيبي أخوي عمر. وقبل أروح عطني سؤال مال الأسئلة الدومينوز خلا جاوب. إيه يلا دومينوز بيتزا تقدم أكبر بيتزا بالكويت. كم حجمها؟ لا هذه قالوها عطني واحد جديد. كم؟ هذه قالت 16 بس أبي غيره. لا ده شاطمة يا بيتزا. بس أنت الحين لاعب فنون المفروض تحافظ على جسم. لا لا في تشيت ميل. لا لا أمس سويت التشيت ميل خلاص. مال بطولة مصر خلص التشيت. عزاك على القوة. قواك الله. عبد الله السليم لاعب ومدرب فنون قتالية مختلطة كان ضيفنا في برنامج الديوانية. بريك سريع وراجعين.